يقول: مات قريب لي، وقبل موته بأيام أوصى أهله الزوجة والأولاد بأن يزوروه في قبره كل خميس، فهل تنفذ هذه الوصية؟ أما أنهم يزوروه هذا السنة، لو ما أوصاهم يزورونه ويدعوه له ويسلمون عليه ويدعوه، أما تحديد يوم هذا لا أصل له، ما حدد الرسول زيارة القبور بيوم معين. نعم.